وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وخير الناس من صلح قلبه وأثمر صلاحا على ظاهره، وشرهم وأقبحهم من أظهر صلاحا في باطنه، من أظهر صلاحا في ظاهره وباطنه فاسد مظلم. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار بإصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى صدره. فصلاح الأجساد وصلاح الظاهر حقيقة موقوف على صلاح القلوب، فإذا صلحت القلوب صلح الجسد كله. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يكون في الأرض صلاح إلا بصلاح القلوب. فالاهتمام بصلاحها أعظم الفرائض وأهم الأمور. وما عرفت البشرية طريقاً للإصلاح أعظم من القرآن، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وأعظم أوليائه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وعظيم تأثيره وشموله. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.